اهلا بيكم وحلقه جديده من مطبخ اسيا. اسبوع المعجنات لسه مستمر. الاسبوع ده عملنا كذا حلقه، فالحلقه النهارده هنعمل فيها وصفتين حلوين جدا. هنعمل البابا روتي او اللي هي قرص مشهوره جدا في الدول اللاتينيه خصوصا البرازيل والمكسيك، بتتعمل بالقهوه ودي بقت مشهوره قوي في المطاعم، حتى بقى في مطعم اسمه البابا روتي. طيب وهنعمل كمان قرص حلوه جدا بنفس العجينه بس بالكاستر. خلونا نشوف المكونات بتاعت العجينه ازاي. عندنا 2.5 كوباية من الدقيق، طبعا دقيق منخول درجه اولى رفيع كده وفاخر. عندنا سكر، عندنا 0.5 كوباية من اللبن الدافئ، عندنا عصير ليمون حوالي معلقه كبيره. اللي احنا ليه بنحط عصير الليمون واللبن؟ عشان خاطر يبقى عندنا لبن رايب، لو عايزين او لو متوفر لبن رايب ممكن تستخدموه على طول 0.5 كوباية بدل عصير الليمون. هحتاج بيضة، معلقة ونص صغيرة من الخميرة الفورية، 3 معالق زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، رشة من الملح، وعندنا للحشو مكعبات من الزبدة الباردة. يعني شوفوا دي طرية درجة حرارة الغرفة عشان الحر، ودي جامدة عشان خاطر الحشو. طيب اول حاجة هعملها هاخد العصير الليمون ازوده لللبن، ده اللي هيخليه يروب وينجح معايا العجينة قوي. احنا عايزين عجينة هشة جدا. طيب هاخد بقى الخميرة، قلنا معلقة ونص صغيرين، هحط عليها 3 معالق كبار من السكر الابيض، وهحط عليهم بقى اللبن بعصير الليمون قلنا 0.5 كوباية تقريبا، وهخلطهم واسيبهم يدوبوا شوية. خلينا نجيب سباتشولا احسن. الطبيعي ان احنا نخليهم حوالي 5 دقايق تتفاعل الخميرة، بس انا هشتغل على طول على اساس ما ضيعش وقت ونستفيد في الوصفة دي او في الحلقة دي كلها. طيب ايه الحاجة التانية اللي ممكن اعملها؟ بجيب الدقيق او البيضة الاول، خلونا ننزل بالبيض الاول. زي ما قلت الوصفة دي من المطابخ اللاتينية، مشهورين جدا البرازيليين والمكسيك وكولومبيا بالوصفة دي، وبقت مشهورة جدا عبر العالم، يعني بقت في نفس شهرة الدونتس تقريبا. تمام كده، وهنزل بالدقيق، قلنا الدقيق 2.5 كوباية من الدقيق الفاخر جدا درجة اولى، وهقلب الحاجات دي مع بعض كويس قوي. لازم يبقى عندي دقيق حلو قوي وناعم، او العجين ناعم وطري ورخو عشان تنجح معايا البانز او البابا روتي بتوعي. اهو في المرحلة دي انا ممكن اشتغل بايدي وابتدي اقلب الحاجات مع بعض. تمام كده، لو تلاحظوا العجينة رخوة زي عجينة الدونتس تقريبا، يعني ما هيش عجينة سميكة زي البيتزا مثلا او العيش، لا هي عجينة بالشكل ده. فانا بحاول ألمها كورة واحدة، وبعدين هتشوفوا انا ممكن اعمل فيها ايه عشان تبقى عجينة ناجحة معايا. اوكي، هروح جايبة بقى الزبدة دي وهنزل بيها قطعة قطعة على العجينة عشان تتشبع بالمادة الدهنية وتطرى معايا. عشان كده قلنا العجينة او الزبدة لازم تبقى بدرجة حرارة الغرفة. لاحظوا ان الموضوع ده بيبقى سهل جدا بالعجانة، لكن انا حبيت اعمله بايدي عشان تشوفوه. شوفوا بعد ما كانت بتلزق الزبدة بتخليها تطرى. هنبتدي نضيف الزبدة، بس كل ما نضيف الزبدة كل ما ندعك كويس. عايزين عجين مطاطي في الاخر، بس يعني قوامه زي القطن بالظبط. اهو واحنا ماشيين كل ما تحسوا العجينة شربت الزبدة كل ما تكملوا المعلقتين اللي قلنا عليهم.
انا هخرجها برا البولة عشان تشوفوا الموضوع ماشي ازاي. اهو وهشتغل بايديا الاثنين. تمام كده. معلش هي ممكن بالايد تديكوا شويه يعني مجهود او تحسوا ان مجهود قوي شويه، بس انا شايفه دايما ان العجينه هي نوع من انواع الثيرابي للستات. يعني عندك مشاكل، متضايقه، مطلعين عينك في البيت، ممكن العجينه دي، كرسي العجينه ده ممكن يخرج كل الطاقه السلبيه بتاعت اليوم. فعشان كده انا بحب المعجنات وبعتبرها هي اليوجا بتاعت كل ست بيت. اهو كل ما بنزود زبده كل ما بنحس ان العجينه بقت طريه وحلوه قوي معانا. اهو بالشكل ده. لا دايما لما بنعجن حاجات بتطير يمين وشمال عادي جدا. خلاص انا بقيت حاسه انه العجينه تحت ايدي زي القطن، وده اللي انا عايزاه. بتعملوا ايه بعد كده؟ بتاخدوها وتحطوها في مكان دافي متغطية ونسيبها مدة ساعة ونص، من ساعة لساعة ونص حسب درجة حرارة الجو، ونخليها لحد ما يتضاعف حجمها وتخمر وتكبر. انا عاملة طبعا محضرة قبل كده، محضرة كميتين عشان الوصفتين، هوريكوا بعد ما بتخمر بتبقى عاملة ازاي. اهي شوفوا بقى العجينة قوامها في الاخر بيبقى عامل ازاي. شفتوا ازاي؟ تبقى زي القطن. دي العجينة الناجحة بتاعتي. هركنها هنا على جنب وهجيب اللي انا مخمراها. اهي شوفوا. دي العجينة بتاعتي. لما بتخمر اهي. بطلع منها الهواء. وبعيد عجنها تاني. شوفوا ناعمة ازاي وحلوة قوي. انا عاملة هنا كميتين زي ما قلت يكفوني الوصفة او الوصفتين الاتنين. بعد ما بطلع منها الهواء وبرجع عجنها تاني بروح واخداها ومقسماها لكور صغيرة. اهو او خلينا نقول مثلا يعني حاولوا الكور تبقى صغيرة على اساس انها لما تدخل الفرن تنفش النفشة المظبوطة. وهنبتدي نكورهم كده. ما تخافوش من العجينة دي، يعني الزبدة ما بتخليهاش تلزق، بتخليها مريحة في الشغل قوي، وكمان بتبقى ناجحة ورائعة. اهو اهو يعني تقريبا كل قرص بيعمل حوالي 12، او كل عجنة بتعمل 12 قرص بالظبط. قلنا اسم العجينة او اسم الوصفة الباباروتي. تمام. بعد ما بكورهم بالشكل ده بجيب كل واحدة بحط جواها مكعب من الزبدة الباردة، الزبدة اللي احنا قلنا عليها في الاول، وبنقفل كويس على اساس انها لما تدخل الفرن تدوب الزبدة دي، يبقى عيش كده من جوه محشي بالزبدة، طعمه رائع. والسر في حلاوته مش الزبدة اللي جوه الحشو، لكن السر في حلاوته هو الكريمة او الفروستنج اللي بنحطه له من فوق. وانا هكمل بقى حشو بالزبدة وهطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نعمل مع بعض الفروستنج بتاع القهوة ونعمل كمان الكاستر. اشوفكم بعد الفاصل.
رجعنا لكم بعد الفاصل. قلنا ان الحلقه النهارده بنعمل فيها الباباروتي او قرص القهوه مع قرص الكاستر لانه نفس العجينه. دلوقتي بعد ما حشيناهم من الزبده سبناهم يرتاحوا 10 دقائق، فبعد العشر دقائق دي هاخدهم للفرن. طبعا رشتهم بشويه ميه. لو تلاحظوا ان الفرن هنا حتى كوبايه من الميه السخنه. هحط بقى القرص بتاعتي مده 3 دقايق بالظبط مع الميه السخنه دي عشان يبقوا رشاش، وانا بحضر الفروستنج بتاعهم 3 دقايق بس في الفرن وهخرجهم. فالفروستنج بتاع القهوه هحتاج معلقه كبيره من الكاكاو، هحتاج نص بيضه مخفوقه، معلقتين كبار من الزبده، عندي معلقه كبيره اللي هي معلقتين من القهوه سريعه الذوبان هدوبها في شويه ميه سخنه، نص كوبايه من الدقيق، 3 معالق كبيره من السكر، وبالنسبه للكاستر هحتاج طبعا شويه كاستر وبس كده. طيب اول حاجه هاخدها هاخد المكونات دي هنا جنبي واخلي الكاستر. الكاستر طبعا احنا بنشتريه ونجهزه مع اللبن زي ما انتم عارفين. طيب هاخد الاول شويه ميه سخنه ادوب فيها القهوه. تمام كده. بعد ما بدوب القهوه بضيف لها الكاكاو عشان بس اللون يبقى غامق، بضيف الدقيق، بضيف كمان السكر، واخيرا الزبده بالشكل ده، وهقلب الحاجات دي كويس قوي مع بعض. هتشوفوا انه الكريمه دي او كريمه الزبده دي شويه تقيله، على حسب لو لقيناها تقيله ممكن نزود لها شويه البيض المخفوق، ممكن يوصل لحد نص بيضايه، هزود شويه بس اهو. ومفروض ان انا احطه في الثلاجه شويه يبرد، بس انا ما معيش وقت فهشتغل على طول. ده الفروستنج بتاع القهوه اللي انا حضرته. هاخد بقى الحاجات دي وهجيب الكاستر كمان، وهبتدي اعبي الكيس بتاع الحلواني لان هو اللي هيساعدني في الحشوه بتاعه القرص او البانز. هاخد بقى الكريمه دي زي ما قلت استحسن نحطها في الكيس وبعدين نسيبها في التلاجة تبرد شويه، لانه انا كمان الجو عندي حر قوي بسبب الفرن في الاستوديو، بس هنتعامل. امشوا بس على الخطوات بتاعه الوصفه، لو نسيتوا حاجه من الحلقه هتلاقوها مكتوبه، انا بكتب الوصفات بالتفاصيل يعني فما تقلقوش، اي وقت ممكن ترجعوا لها في الموقع او على صفحتي، كل حاجه بتنزل على صفحتي. تمام كده. هاخد الكاستر بنفس الشكل، كاستر طبعا بارد، حاولوا تخلوا الكاستر خفيف ما تخلوهوش تقيل عشان يسهل علينا ان احنا نستخدمه اهو. هتعجبكم جدا ان شاء الله القرص دي. تمام. بعد ما حضرت الحشوات هروح مطلعه البانز بتوعي من الفرن او القرص لانه 3 دقايق خلصت، ونسيب برضو الكوبايه. صدقوني الثلاث دقايق بتوع الفرن دول هم سر نجاح البانز بتوعي او القرص بتاعتي. هجيب مقص وبسم الله هنعمل نص كده ونص كده. هاخد نخرمه صغير قوي ونبتدي نعمل بقى زي الحلزون كده اهو. هي هتسيح في الفرن الكريمة ما تقلقوش. بتسيح وبتنزل لحد تحت وبتديله تحميرة حلوة قوي، مشهورة جدا الباباروتي. وهكمل بالراحة، تعاملوا مع الحاجة بالراحة جدا،
لاحظوا انه نجاح المعجنات اول حاجة ان انت تحبي اللي انت بتعمليه، تاني حاجة تمشي على الخطوات زي ما الكتاب بيقول، تالت حاجة ما تهمليش اي حاجة من الخطوات دي، اي حاجة اي تفصيلة صغيرة ركزي فيها، سواء كانت درجة حرارة التسوية، سواء كانت درجة او ظروف التخمير، سواء كل الحاجات اللي بنقول عليها دي. بقى هنديها شوية شكل لانه الكاستر بيتحمر في الفرن، فهنحاول نديها شكل حلو كده، مش زي دي، دي بتسيح لكن ده بيتحمر وبيبقى حلو قوي. تمام، اها تمام جدا. تمام قوي كده هايله، وهرجعهم تاني للفرن على درجة حرارة او نفس درجة الحرارة بنفس الكوباية بتاعت المية. وده اللي بيخليهم هشين وطعمهم حلو قوي. نرجع تاني نقول البابروتي. البابروتي عبارة عن عجينة رخوة جدا. العجينة دي حطينا فيها حليب، حطينا فيها ليمون مخلوط مع الحليب عشان يدينا اللبن الرايب، هو سر النجاح الوصفة دي. لو ما عندكوش او لو عايزين تستخدموا اللبن الرايب نفسه خير وبركة، بس المهم دفوه شوية. خميرة، حطينا دقيق، حطينا كمان سكر، وعجلنا الحاجات دي كويس قوي مع بعض. بعد ما اتعجنت دخلنا معلقتين كبار من الزبدة لدرجة حرارة الغرفة، وقعدنا ندعك العجينة دي كويس قوي، شوية شوية بنزود الزبدة لحد ما نعمت معانا وبقت زي القطن. بعد ما بقت زي القطن خدناها وغطيناها وسبناها تخمر مدة ساعة ونص لحد ما تضاعف حجمها. خرجنا منها تاني الهواء، وكان عندنا قطعة زبدة باردة خدناها، يعني قسمنا العجينة على كذا قطعة وابتدينا نحشي كل قطعة بالزبدة. ممكن نعمل حاجة لطيفة جدا، عشان انا في حاجة لو تلاحظوها في الصاج كان باين عندي كرة نزل منها شوية زبدة. عشان تتفادوا الموضوع ده ممكن وانتوا بتقسموا العجينة الكور تاخدوا كورة، الكرة دي تقسموها لقطع صغيرة قوي، كل قطعة تحشوها بالزبدة، وبعد كده تدخلوا القطعة دي لجوه البابروتي نفسه او جوه القرص عشان يبقى الزبده دي بيحميها كذا طبقه من العجين ما تفرقعش خلال الفرن. بعد كده بنحضر او بنخليها ترتاح 10 دقائق. بعد ال10 دقائق بندخل كوبايه من الميه السخنه للفرن مسخن مسبقا، وبنحط الصاج 3 دقائق عشان تنجح معانا القرص تبقى طريه وهشه. بنحضر كريمه من القهوه، بتبقى عبارة عن كاكاو، قهوة سريعة الذوبان، شوية من البيض، يعني حوالي معلقة كبيرة من البيض المخفوق، سكر ودقيق، وبعدين بنخلطهم كويس قوي، وزبدة، بتبقى عندنا كريمة الزبدة بالقهوة. وبناخد كمان كاستر جاهز وبنعمل سواء بالكاستر او بالقهوة، وبندخلها الفرن لحد ما تنفش وتتحمر وتبقى جميلة جدا. بتاعت الكاستر بيتحمر الكاستر، لكن بتاعت القهوة بتسيح القهوة لحد تحت، يعني بتنزل لحد القرص تحت وبتغطيه، فبيبقى عليه طبقة مكرملة حلوة جدا من القهوة والكاكاو. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، هتشوفوا النتيجة الأخرانية على الفود شوتس. لو في أي استفسار، أي حاجة، أي طلب، عناية جوز، كلموني بس أو ابعتولي على الصفحة وأنا تحت أمركم في أي وقت. أشوفكم الحلقة الجاية. أسبوع المعجنات لسه مستمر، هنعمل حاجات كتيرة قوي. خليكم في الميعاد على نفس المحطة، نفس التردد ونفس التوقيت ونفس البرنامج.